مشاهدينا الكرام عبر قناة التاسعة، أهلا وسهلا بكم من جديد في نقل المباشر للقاء الجولة الثالثة من مرحلة البلاي أوف لبطولة الدرجات المحترفة الأولى. إذا شوط أول ما بين سي اس اس واتحاد بن قردان انتهى بالتعادل السلبي 0-0 بين الفريقين، في انتظار طبعا ماذا سيحمل في طياته الشوط الثاني من هذه المواجهة الكبيرة. نذكر من جديد رافقني على مستوى التحليل الفني الزميل العزيز وسيم جعبيري. وسيم مرحبا بك من جديد. وشكرا لك الياس. الملاحظه الاولى لاتحاد بن قردان دخل 9 ملاعبيه، ما نعرفش علاش دخل 9 ملاعبيه، دونك انا نحسب فيهم تو 9، ما نعرفش زيد ثبت معايا ماكش نغلط، انا نرمهم هذوما 9 وثبتهم، ما نعرفش شنو السبب بالضبط. الملاعب الافريقي اللي لعب في الميتون الاول برسنال بانجا ما حناش نشوفوا فيه على الملعب، دونك ما نعرفش الحكايه بالضبط. سينو تقريبا الشونجمون تاع محمود غربال كان متوقع بعد زوز تذكور اللي خسرهم غيث المعروفي، خاصه زوز كور في المناطق نتاعو الخطيره، وخروج دياكي ودخول دياكيتي كمهاجم ثاني مع فراس شوات تحت المشرع ايمن الحرزي كراس اللوزونج اللي حكينا عليه في اخر البريمير ميتون. اذا زوز تغييرات في الشوط الثاني بالنسبه للنادي الصفاقسي بعد اجراء تغيير اول بدخول طبعا اللاعب نبي كاميرا وخروج محمد امين الحمروني. وفي اجابه على سؤالك وسيم، وضح الزايدي اللي كان خارج ارضيه الميدان يدخل كان يتعالج الان، كان يتعالج، كان ممكن عنده اصابه ويدخل متاخر. قلنا تغيير في صفوف النادي الصفاقسي، نبي كاميرا في الشوط الاول دخل مكان محمد امين الحمروني اللي خرج بسبب الاصابه، ولكن في الشوط الثاني هناك زوز تغييرات جديده بدخول اسماعيل دياكيتي الموريتاني خروج عبد الله العمري، وايضا دخول محمود غربال في خطه ظهير ايمن مكان غيث المعروفي. في المقابل هناك تغيير وحيد في تشكيله اتحاد بن قردان بدخول اللاعب اوبا وخروج انس سيسي، وامامكم على الصوره فاموس اونس، وان شاء الله يا ربي اليوم اونس جابر في مواجهه كبيره برشا في نهائي بطوله مدريد المفتوح على التنس باش تواجه المصنفه 14 عالميا الأمريكية جيسيكا بيغولا في نهائي بطولة كبيرة برشا. إن شاء الله بالتوفيق لنجمتنا وأسطورتنا في التنس بطبيعة الحال. نذكر أن أونس جابر باش تلعب الفينال يوم 5:30 نتاع العشية، وأونس تحتل المركز 10 عالميا في تصنيف محترفات التنس، وبعد وصولها للنهائي إن شاء الله الترتيب هذا باش يتحسن، وأقل شيء نشوفوه في المرتبة 8 أو المرتبة 7 في مرتبة تزيد تشرفنا وتزيد أنس تعلينا راسنا الفوق وتزيد تعرف بتونس، لأنه اللي عملته أنس جابر في السنوات الأخيرة بصراحة في سن 26 عام بصراحة تاريخ يكتب عن طريق لعبة بصراحة عملت الكثير وورت الكثير وتعبت برشا وخلات علم تونس يرفرف في جميع بلدان العالم بفضل طبعا القوة نتاعها وبفضل الذكاء واللعب نتاعها والانتصارات التاريخية اللي قاعدة تعمل فيها بطبيعة الحال. مذكر مرة أخرى أنس جابر تلعب اليوم ضد جيسيكا بيغولا الأمريكية في نهائي بطولة مدريد للتنس البطولة المفتوحة. نرجع أيضا من جديد لتعليق على لقاء الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ما بين نادي صفاقسي واتحاد بن قردان. كما قلنا هناك ثلاثة تغييرات في تشكيلة السي اس اس وتغيير وحيد في تشكيلة اتحاد بن قردان. كرة ترجع من اسماعيل دياكيتي إلى اللاعب وليد القروي، مشي على اليسار وين موجود نابي كامارا ما يتعداش، وأوبا يتدخل ويحط الكرة في التماس. نذكر من جديد مشاهدينا الكرام بتشكيلة الفريقين، اتحاد بن قردان نور الدين فرحاتي، محمد أمين المهذبي، شوقي بن خضر، صديق الماجري، جيل بهية، وضح الزايدي أنس ساسي اللي خرج كما قلنا ودخل مكانه أوبا، وبرسنال بانجا، محمود المسعي، رفيق الكمرجي، لسعد الجزيري. تشكيلة النادي الصفاقسي، أيمن دحمان، محمد النصراوي على أغرام، حسام دكدوك، غيث المعروف اللي خرج وخلى مكانه للاعب محمود غربال، محمد أمين الحمروني خرج وخلى مكانه لنبي كامارا، فارس ناجي، وليد القروي، عبد الله العمري خرج وخلى مكانه لإسماعيل دياكيتي، أيمن الحرزي،
وفراس شوات. هذه زوز تشكيلات بالنسبة لأيمن شوات من جانب اتحاد بن قردان، ومن جانب طبعا كريم دلوم المساعد المدرب في السي اس اس اللي تواجد اليوم على بانكينة الفريق، باعتبار أنه المدرب الأول نبيل الكوكي لا يزال تحت طائلة العقوبة من قبل مكتب الرابطة، المنو أنه تم تسليط عقوبة بزوز مقابلات، الأولى أمام النجم والثانية أمام اتحاد بن قردان، وهذه مخالفة وسهلة في دين الحارس نور الدين الفرحاتي. 50 دقيقة، 5 دقائق في الشوط الثاني، 0-0 وضح الزايدي، ينطلق بالسرعة القصوى على اليسار، يمشي معه محمد النصراوي، طويلة حلوة، جزيري جزيري، خطيرة وجانبية، أخطر كرة في الشوط الثاني من الجزيري، مسجل 5 أهداف في البطولة، تقريبا في منطقة سانحة ومنطقة ممهدة لافتتاح مجال التسجيل، ولكنه يعمل الكنترول، ياخذ وقته والدفاع يتدخل، والكرة ترجع من جديد لاتحاد بن قردان، فرصة خطيرة لاتحاد بن قردان عن طريق الأسعد الجزيري، بداية قوية للاتحاد في هذه المباراة، ولكن هل يكون الرد؟ كرة تعود من اسماعيل دياكيتي الموريتاني، ماذا يفعل؟ يمشي بالكرة اسماعيل، يوزع له، يدخل 18، يدخل اسماعيل، يوزع كرة والدفاع يتدخل، ملا ماتش منذ البداية، ملا ماتش منذ بداية الشوط الثاني، دياكيتي يوزع كرة والدفاع من جديد. الدفاع يتدخل والكرة ترجع لرفيق الكامرجي بالراس من جانب اللاعب على غرام، على غرام يلعب كرة لنابي كاميرا، والمخالفة الانقاذ كان من ساعة، خلينا نعطيه حق وضح الزايدي لمرة أخرى يعمل يصنع الفارق في الميتون هذايا بعد ما عمل الكونديت دو بال وخرج كرة كما يلزم الأسعد الجزيري اللي راوغ الدفاع والتألق من محمود غربان، نحى كرة من الكاج بعد كوفرتيور دياجونال محكمة جدا، كرة ترجع من محمود غربال، والوضاحي يتدخل من جديد، يتدخل الوضاحي والكرة تمشي للركنية، هذا هو محمود غربال يطلع على الجهة اليمين، والوضاحي هاي امامكم الريبلاي، شوف لم يحسن التعامل في الاخير الجزيري، لم يحسن التعامل، راوغ عمل كنترول ثم راوغ، ولكن التسديده لم تكن جيده، لذلك الكره ضاعت بالنسبه لاتحاد بن قردان. ركنيه الان هل ستاتي بالجديد؟ ماتش في الشوط الثاني قوه كبيره من جانب زوز فرق، وبدايه سريعه من جانب لاعبي سي اس اس واتحاد بن قردان. هيثم جيرات ينبه على كامل اللاعبين داخل منطقة البوكس، طبعا نتحدث عن علاء غرام وأيضا محمود المسعي أو علاء غرام واللاعب طبعا شوقي بن خضر، التنبيه داخل منطقة 18 من أجل أن تكون الأمور 5-5. الركنية على اليمين، التوزيع والتسديدة غريبة، كيف ضيع في رأس شوات هذه الكرة، يعني وحده تقريبا داخل منطقة البوكس ويضيع فرصة هدف أول للنادي رادي سفاكسي، فرصة كثيرة أخرى في المباراة، فرصة بفرصة في الشوط الثاني، والهدف قاعد يطهى على نار هادئة، الهدف جاي لمحالة، وزوز فرق داخلين كما يجب في الشوط الثاني، كرة ترجع من جديد، والانطلاقة من جيل بهية ولكن تعود لدفاع النادي رادي سفاكسي، نابي كاميرا إلى فارس ناجي، فارس يبدل اللعب وين موجود شوات، يعمل كنترول، يلعب كرة للحرزي، يمشي مع دياكيتي، والحارس نور الدين الفرحاتي، يتدخل نور الدين الفرحاتي من جديد، باس متميزة في العمق من أيمن الحرزي إلى إسماعيل دياكيتي أمامكم، الموريتاني اللاعب السابق لنادي حمام الأنف مستقبل المرسى واتحاد تطاوين في تونس، يحاول الالتحاق بالكرة ولكن نور الدين الفرحاتي كان أسبق في العملية الأخيرة. كرة سواد كونفيرم الشفر اللي عندنا الياس، الشفر اللي عندنا يقول نادي السقسي عنده 14 ركنية في الزون نتاع الجارديان، منهم 7 كانوا بطريقة دقيقة وفاو كثير لصالح نادي الرياضي السقسي. كرة ترجع من جديد لاتحاد بن قردان، أنس ساسي اللي مخرج وبرسنال بانجا هو اللي خرج فعلا ودخل مكانه اللاعب أوليتش أوبا، وأنس ساسي يبقى على أرضية الميدان، كرة ستعود لوضاح الزايدي، 55 دقيقة في المباراة وتعادل 0-0، لازلنا ننتظر الأهداف، الهدف جاي، والكرة من جديد ليوضح الزايدي، يفتكها على غرام، يلعب الكرة لإسماعيل دياكيتي،
تدخل من الوراء وهناك مخالفة وإنذار للاعب وضاح الزايدي. تدخل من الوراء يستحق الإنذار لوضاح الزايدي ابن حاجب العيون والقيروان واللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي. أمامكم التدخل الأخير على إسماعيل دياكيتي. نبي كاميرا عن اليسار شو يعمل؟ يمشي مع حسام دكدوك، لا يلعبها إلى أيمن الحرزي، شو يعمل باس لدكدوك فما سونتراج التوزيع ونور الدين الفرحاتي. لحد الآن ليشونجمون تاع نادي السيق في عملوا ريتم، طلعوا في الريتم ليكيب وليت سودي أكثر الحقيقة. محمود غربال ودياكيتي أمبليكي تو في اللعبة بالبي دخلوا كما يلزم. دونك شونجمون تاع كريم دلوني لحد الآن أعطت كل حاجة. كرة ترجع من جديد فارس ناجي إلى محمود غربال. غربال على اليمين يمشي مع محمود المسعي إلى اللاعب وضاح الزايدي. وضاح الرقم 10 من أبرز لاعبي الاتحاد في هذه المباراة، بصراحة من أبرز لاعبي اتحاد بن قردان في هذا الماتش. كرة تعود من جديد. وسيم تحدثت على فخر الدين العوجي اللي يقوم بالحركات الحماية بالفعل، باش يدخل بعد لحظات يقوم بالحركات الحماية الآن ويتحدث مع المدرب أيمن شوات. كرة تعود للاتحاد. كامرجي يتدخل اللاعب على غرام نصراوي بدوره إلى أيمن دحمان. أيمن دحمان يلعب الكرة وين موجود فارس ناجي. فارس طويل الكرة إلى شوات بالرأس إلى من، ولكن الكرة ترجع إلى الصديق الماجري. محمود المسعي أنا الساسي إلى أوبا أوليج ثم جيل باهية. أوبا في وسط الميدان، باهية البرازيلي يلعب الكرة لأوبا من جديد. يتدخل نبي كاميرا وهيثم جيرات يقول هناك تماس لفائدة اتحاد بن قردان. أوبا يلعب الكرة لجيل باهية من جديد. يستعد فخر الدين العوجي للدخول بالإضافة إلى أيوب تليلي. العوجي مهاجم رواق وأيوب تليلي ظهير أيمن. إذن رقم 26 في تشكيلة اتحاد بن قردان شوقي بن خضر باش يخرج وياخذ مكانه أيوب تليلي. هذا التغيير الثاني والتغيير الثالث لأيمن شوات. فخر الدين العوجي مكان من يا ترى؟ مكان من فخر الدين العوجي؟ مكان رفيق الكبرجي. أيضا هذه تغييرات المدرب أيمن شوات. يبدو شوف وسيم يبدو أنه أيوب تليلي مش يمشي ظاهر أيمن، جيل باهية يطلع لوسط الميدان أو للهجوم، والعوجي يمشي لليسار ويولي يلعب بمهاجم واحد صريح اللي هو لسعد الجزيري. بالضبط هو مش بالضبط بالضبط، لكن هذه بالضبط التشكيلة الأساسية اللي كان يبدأ بها أيمن شوات. لكن الإصابة متاع أيوب تليلي قبل الماتش منعته من أن يكون تيتولار في الماتش هذا، وكان المفروض جيل باهية باش يلعب في الكوتي أوفنسيف. جوست كلمة على وضح الزايدي، تقريبا عنده معدل متاع أكثر من 4 دريبل في كل ماتش، وأكثر من 4 تمريرات في مناطق المنافس في كل ماتش. هذه المعدات نتاعو، هذه حاجة كونفيرمي كونه الملاعب هذا يزيد يركز ويزيد يخدم يكون أحسن ملاعبية في البطولة. رجع كرة من جديد لاتحاد بن قردان. وضح الزايدي تقريبا جل هجمات اتحاد بن قردان من جهة وضح الزايدي على الجهة اليسرى. الرقم 10 أمامكم على الصورة يلعب وضح ماشيها إلى فخر الدين العوجي. العوجي شنو يعمل؟ على اليسار يمشي معاه اللاعب محمود غربال. غربال يتدخل بنظافة ملا غربال. محمود غربال يلعب الكرة إلى نبي كاميرا. نبي كاميرا يفقدها في مكان خطير. ترجع إلى وضاح الزايدي. وضاح على اليسار شنو يعمل؟ يتدخل من جديد دفاع نادي سفاكسي. وهيثم جيرات يقول أن هناك تماس وليست مخالفة. هو فما شويه تراخي ولا نونشالونس من طرف نبي كاميرا. المفروض كره غادي ما يقاش معنا المحاوله نتاع المراوغه في المنطقه هذيك في اللاكس نتاع التيران. وكما قلت بالنسبه لمحمود غربان من بكري دخل في الماتش كيما يلزم، والحقيقه ولا من اكثر اللاعبيه افيكاسيتي في الدقائق اللي لعبوا لحد الان. ترجع كره من جديد لاتحاد بن قردان بعد فقدانها من حسام دكدوك. باش يمشي لتنفيذ الكره البرازيلي جيل باهيه. 60 دقيقة في المقابلة، 0-0 يبقى التعادل.
بين الفريقين إلى حد الآن طويلة الكرة، ولكن رأسية من نصراوي يلعب لحسام دكدوك طويلة إلى فراس شوات ودياكيتي. دياكيتي يعمل الكنترول، كرة خطيرة لنادي الديسفاكسي، فراس شوات يضيعها وترجع من جديد. دفاع اتحاد بن قردان بالمرصاد لكل الكرات الطويلة في اتجاه فراس شوات وأيضا اسماعيل دياكيتي، ولكن فخر الدين الغوجي شنو يعمل؟ يلعب الكرة إلى جيلباهي على اليمين البرازيلي، يخترق دفاعات النادي الديسفاكسي، يلعب الكرة والنصراوي يتدخل، محمد النصراوي يتدخل، نابي يلعب الكرة للخرزي، أيمن الخرزي ينطلق بها، ثلاثة ضد ثلاثة، يلعب لشوات على اليمين، شنو يعمل فراس؟ فراس شوات يرجع للوراء، كرة ترجع لمحمود غربال، غربال شنو يعمل؟ يلعب لأيمن الخرزي، يدخل 18، يصد الجانبية، الكرة الأخيرة جانبية باليسار من أيمن الخرزي. تري بون تري بون أتاك بلاسي من طرف النادي الرياضي السيخ، بون أتاك لابيد مش أتاك بلاسي، النادي الرياضي السيخ كورة في ست شوات، عمل الرميس كما يلزم المحمود غربال، محمود هز الكورة حل الانترفال، نقولوا احنا حل التيران بالعرض أكثر، عمل الباس لأيمن الخرزي وزاد حل الشون باش يهز معاه بلعبي، تسديدة نتاع الخرزي ما كانتش موافقة، كليمة على الانترسبسيون اللي عملها تو محمد نصراوي، محمد نصراوي من نقاط قوته الانترسبسيون في دفاعات النادي الرياضي السياسي. جوست كلمة على أيوب تليلي، أيوب تليلي ماهوش أريير دروا تو، قاعد يلعب تروا زي ما أكسيال على اليمين، جيب باهية إكسونتري دروا ووضح زيد إكسونتري غوش، يعني تو يلعب بثلاثة خمسة اثنين، قاعد الاتحاد بن قردان الديوم تاع الأتاك هو فخر الدين العوجي والأسعد الجزيري. هذه الإعادة للكرة الأخيرة والمراوغة من أيمن الخرزي، لكن تسديدته لم تكن موفقة وخارج المرمى، تبقى النتيجة 0-0، التعادل بين الفريقين والتعادل الرابع في صورة ما وفات المقابلة بنفس النتيجة، باعتبار أنه زوز فرق في المواجهات المباشرة تعادلوا ثلاثة مرات بنتيجة 0-0، ولكن أعتقد أن هناك الأهداف، أنا ما زلت ممن أن هناك الأهداف في هذه المباراة. كرة ترجع من جديد لسعد الجزيري، لا يقطعها اللاعب نبي كاميرا، وأيثم جيرات يعتبر أن هناك لمسة يد ضد المتوسط ميدان السي اس اس نبي كاميرا. 62 دقيقة 0-0 التعادل بين الفريقين، كرة ستعود من جديد لفائدة فريق اتحاد بن قردان. أمامكم على الصورة الإعادة، اتحاد بن قردان عنده الكرة، على فكرة اتحاد بن قردان ما زال يبحث عن هدفه رقم 12، ونذكر أنه قبل 14 هدف في البطولة، منهم 8 في المرحلة الأولى و6 أهداف في مرحلة التتويج. على فكرة اتحاد بن قردان هو أسوأ خط دفاع في مرحلة التتويج بقبوله طبعا 6 أهداف من مباراتين، 5 ضد ليتوال وهدف ضد النادي الإفريقي، ولكن هذه كرة فخر الدين العوجي، الرأسية في مكان خطير جدا، والعوجي يضيع فرصة افتتاح النتيجة للاتحاد الرياضي ببن قردان. أمامكم الإعادة، نساسي يوزع العوجي بالرأس ولكن فوق المرمى، يعني تضيع مثل هذه الفرص أمام فريق في قيمة النادي السفاكسي أكيد يعي جيدا المدرب أيمن شوات أنه من كل فرصة يخلقها الفريق يحاول أنه يستغلها، ولكن لأنه يعرف أنه يلعب ضد السي اس اس في ميدانه وأمام جماهيره. كرة ترجع من جديد، قروي وليد القروي يعرف كيفاش يحافظ على الكرة، وليد القروي يلعب كرة على اليسار، نبي كاميرا يمشيها للعمق إلى دياكيتي إسماعيل، والكرة تخرج أوت، رامية 5.50 سنتيمتر. أتاك بلاسي نتاع بن قردان لازم نحكيو عليها، تريبل أكسيون من طرف اتحاد بن قردان بعد ما صارت بعد ما صار لونشينمون من عند لسعد الجزيري، يعمل رميز كما يلزم أنس، وأنس يعمل سونتراج لفخر الدين العوجي، ما أحسنش تزيد بالراس مع سوء تموقع ولا سوء تنسيق بين علاء غرام ومحمود غربال، ولناهم في الأثناء يتناقشوا على النقطة هذه. كرة ترجع من جديد لفائدة اتحاد بن قردان، أنا الساسي يبادل اللاعب لليسار والموجود وضاح الزايدي، وضاح يمشي مع محمود غربال، غربال موجود في كل مكان، محمود شو يعمل؟ يعمل باس، يلعب كرة لوليد القروي، قروي يمشي كرة يمشي معاه اللاعب أوبا، ثم إسماعيل دياكيتي الموريتاني يمشي معه أيوب تليلي، كرة ترجع من جديد، نابي كاميرا، نابي تصطدم في حكم المباراة، والحكم أكيد مجبر أنه يوقف اللاعب باش يعمل عملية إسقاط للكرة. ترجع الكرة للسي اس اس، نبي كاميرا الحرزي
الى محمود غربال يمشي معه وضح الزايدي. محمود يراوغ يراوغ بالكره، كره باش تلعب ولكن تخرج طويله. الباس كانت او المراوغه كانت طويله من محمود غربال. ايمن شوات يتحدث مع وضاح، اكيد يعيط على وضاح العباس، هذا هو ما قاله المدرب ايمن شوات في متابعة لحوار المدرب مع لاعبيه. أيمن شوات 37 عام، مدرب شاب ابن اتحاد بن قردان، وثيقة كبيرة من جانب إدارة الفريق في ابنها وفي مدربها أيمن شوات. كرة ترجع من جديد، أوبا أوبا يحاول المرور يسقط، والحكم ماذا يقول؟ فاول للاعب اتحاد بن قردان. فما نقص في التنشيط الهجوم على الشارع اليسرى للنادي الرياضي الشخصي، الشارع اليمنى قاعده تشتغل كما يلزم دفاعيا وهجوميا، لكن هجوميا ناقص شويه على الكوتي جوش. خروج الحمروني اثر شويه على مردود النادي الرياضي الشخصي في الشارع هذيك. مقابل حسام دكدوك ما نجموش نطلبوا منه اكثر من هكا، لانه يعني مستانس يلعب كاكسيال جوش دوبوي لونتون، دونك هذه مشكله تعرض لها النادي الرياضي الشخصي في الشوط هذا. 66 دقيقة وتعادل صفر مقابل صفر. كرة ترجع من جديد، صديق الماجري يقطعها وليد القروي، كرة إلى فارس ناجي. شوات ترجع من الدفاع، نصراوي على غرام، محمود غربال، دياكيتي وضح الزايدي، يلعب كرة من جديد صديق الماجري إلى جيل باهية. كرة تعود من جديد إلى النادر ديسفاكسي، وجماهير السي اس اس تصنع الشو في مدرجات الطيب المهيري بسفاكس. السقوط، ماذا يقول حكم المباراة؟ ماذا يقول حكم المباراة بعد السقوط الأخير لمهاجم سي اس اس في راس شوات؟ الأكيد أن هيثم جيرات سيعود إلى غرفة الفار. التثبت مهم جدا في مثل هذه الوضعيات. الفار تشيك من قبل غرفة الفار اللي متواجد فيها أمير لوسيف ومساعد مروان سعد. أمامكم الإعادة. أيوب تليلي في مواجهة مباشرة مع فراس شوات. ماذا يقول أمير لوسيف ومروان سعد في غرفة الفار؟ يذهب إذن الحكم هيثم جينات لشاشة الفار من أجل التأكد والتثبت من العملية الأخيرة. لحظات حاسمة، الفار تشيك، هل سيعلن هيثم جيرات عن ضربة جزاء للنادي الديسفاكسي أم ليست هنالك ضربة جزاء؟ الفار تشيك، هيثم جيرات إلى الشاشة، ماذا سيقول؟ ماذا سيحكم؟ ضربة جزاء أو لا؟ هل هي ضربة جزاء أو لا؟ أمامكم الإعادة. نذكر مرة أخرى أن جميع مقابلات البلاي أوف باستعمال تقنية الفار. أمامكم مواجهة ما بين والد طبعا فراس شوات وأيوب تليلي اللي دخل في الشوط الثاني، وضربة جزاء، ضربة جزاء للنادي الديسفاكسي بعد التأكد من قبل هيثم جيرات. ضربة جزاء للنادي الديسفاكسي بعد التأكد من تقنية الفار من قبل هيثم جيرات، وأيضا أمير لوسيف ومروان سعد الموجودين في الغرفة تاع تقنية الفار. هذا هو هيثم جيرات. إذا المدرجات ملعب الطيب الميري بصفاقس تشتعل أمامكم على الصورة، وأجواء كبيرة. ضربة جزاء، هل سيتم ترسيمها بشكل كبير؟ وأيمن الحمزي هو اللي باش ينفذ الكرة. أمامكم الإعادة طبعا لتقنية الفار وللحكام ولخبرانا التحكيميين الحكم على مثل هذه الكرات. إذا كرة ستعود وضربة جزاء محتسبة لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي. في التنفيذ أيمن الحرزي يبحث عن 7 أهدافه في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. هل سيعاد الرقم محمد علي بن حمودة مهاجم الترجي الذي تونسي المتصدر إلى حد الآن في ترتيب الهدفين؟ حرزي يتقدم، إصابة
يسدد ويضيع. يضيع أيمن الحرزي الهدف الأول للنادي الاستاتسي. يضيع أيمن الحرزي على السياسيس وعلى نفسه الهدف الأول في هذه المباراة. ضربة جزاء يضيعها أيمن الحرزي والكرة تمشي أوت أمامكم. بعيدة بعيدة الكرة الأخيرة من لعبة سياسيس. 19 ركلة جزاء بالتمام والكمال جات لأيمن الحرزي سجلها في آخر أربع سنين. اليوم ركلة الجزاء رقم 20 أيمن الحرزي الضيع. وكأنه هو دكدوك جاوبنا في لحظة ضربة الجزاء. خلينا نحكيو عليها. هو اللي عمل الباس ما عمل تمرير الأيمن الفراس شواط في راس دخل بها للزويت جاب ضربة جزاء عن طريق أيوب تليلي. نعود نذكره اللي هو راهو دخل لقاء مصاب. كرة ترجمة جديدة أيمن الحرزي علي ميل شو يعمل؟ ينترك بالكرة يمشي مع صديق المجري. أيمن الحرزي في مواجهة مباشرة مع صديق إلى محمود غربال يوزع كرة إلى وليد القروي في منطقة 18. ماذا يفعل؟ يسقط إلى باس. هي الخطورة والدفاع. ويا يا 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 فرصة خطيرة أخرى للسياسيس ودفاع اتحاد بن قردان يستأصد في الأمتار الأخيرة. ملا ماتش ملا كرة ملا شرعة داخل أرضية الميدان في لقاء كبير بين السياسيس واتحاد بن قردان. الكرة والباس واللمسة في 18 من وليد القروي اللي يتفوق على نساسي. تسديدة من اللاعب في رأس شوات بعد هذه دفاع اتحاد بن قردان يتدخل. اذا واضح ان نادي سفاكسي افضل من اتحاد بن قردان في الشوط الثاني من حيث الكرات الخطيره. والدليل هناك فرصه لشوات ضربه جزاء وهذه فرصه ثالثه للساسس. حاجه اخرى لازم نحكيو عليها الياس اللي الكره الثانيه اللي هي نقطه فارس نقطه قوه فارس نادي ولا من نقاط قوته. الزين بالغ ذا الكره ومشى بها بجيب الفوت هذيا. الكره الثانيه وقت اللي تبدا تلعب معناها اتاك بلاسي وديفونس كونتر اتاك يوليو من اهم النقاط. لانه لو ما تلتقش الكره الثانيه كما يلزم باش يكون عندك اخطر عليك كبير في المرتدات نتاع الفريق المنافس. وهذا اللي مطالب به تو فارس ناجي بالاساس وبمعايه وليد القروي ونبيه كمارا. وليد القروي اللي دوزيام ميتون لقيناه نشيط اكثر معناها في الهجومات. ورينا تو التمريره المفتاح اللي اعطاها فارس شوات. هاي الإعادة للكرة اللي كنت تحكي عليها وسيم. إذا باس كان متميز من وليد القروي اللي مر بفترة وردية في المقابلة الأخيرة خاصة في لقاء نجم الرياضي الساحلي بتسجيله هدف السي اس اس. هذا الشو اللي يصنعه جمهور النادي الرياضي الصفاقسي في مدرجات ملعب الطيب النيري بصفاقس اللي كان يستعد الجمهور ربما لهدف أول. ولكن أيمن الحرزي لم يكن موفق في ترجمة ضربة الجزاء. ولكن هناك مخالفة الآن. دكدوك في الشوط الأول جابها في العرض الأفقية. وين باش يحطها توا؟ وين باش يحطها حسام دكدوك؟ كرة خطيرة للسي اس اس. حسام يتقدم يسدد ولكن فوق المرمى. كرة تمشي أوت. رمية 55 سنتيمتر لاتحاد بن قردان. 73 دقيقة. التعادل 0 مقابل 0 بين النادي السفاقسي واتحاد بن قردان في مباراة الجولة الثالثة من مرحلة التتويج لحد الآن. كل فريق يريد الانتصار يبحث عن أول حالة فوز في مرحلة التتويج. ولا فريق في هذه المباراة انتصر إلى حد الآن. كرة ترجع من جديد. الكرة والانطلاقة من أيمن الحرزي. يضيعها ترجع لسعد الجزيري. جزيري على اليسار شو يعمل؟ يدخل ما بين زوج ملعبية. مل الجزيري ومل هو. ولكن فما عملية جذب واضحة من القميص يحتسب بعدها الحكم طبعا هيثم جيرات مخالفة وينظر اللاعب محمود غربال. محمود المسعي باش يخلي الكرة من جديد في مخالفة لاتحاد بن قردان. شكون باش ينفذ المخالفة؟ صديق المجري. إذا صديق المجري يمشي لتنفيذ المخالفة اللي ربحها المهاجم لسعد الجزيري. كرة طويلة على اليسار. جزيري محمود المسعي يمشي مع فارس ناجي. فما مخالفة ضد فارس ناجي في العملية الأخيرة. إذا مخالفة لفائدة اتحاد بن قردان في التنفيذ دائما على الجهة اليسرى. وضحها الزايدي. 0-0 يبقى التعادل في هذه المقابلة.
وضاح يوزع كرة في القائمة الثانية ودحمان يخرج جاي من دحمان يلعب كرة طويلة وين موجود اسماعيل دياكيتي شنو يعمل هي الخطورة التسديدة والحارس نور الدين الفرحاتي التسديدة من اسماعيل دياكيتي الفرحاتي وضرب الجزاء للنادي الرياضي السلاتسي من جديد ضرب الجزاء للسي اس اس يربحها الموريتاني اسماعيل دياكيتي والورقة الصفراء للبرازيلي جيل باهية إذن هيثم جيرا أمامكم على الصورة كان قريب ولكن هل سيعود مرة أخرى لتقنية الفار ذكر مرة أخرى أنو نادي سفاكسي قبل دقائق معدودة حصل على ضربة جزاء لفراس شواد ضيعها اللاعب أيمن الخرزي ماذا عن هذه الكرة للنادي الرياضي سفاكسي والجماهير هنا في مدرجات ملعب التيم المهيري تشتعل أعزائي المشاهدين أمامكم الإعادة التسديدة في مرة أولى من اسماعيل دياكيتي ياخذ كرة جيل باهية يعمل الخطأ أمامكم ويحتسب الحكم هيثم جيرات ضربة جزاء لفائدة النادي الرياضي سفاكسي خطأ مزدوج في دفاع اتحاد بن قردين الأولى عن طريق أيوب تليلي لكن أيوب الكام تاع دياكيتي هو اللي ضره فما انتسيباسيون من عند دياكيتي اللي باش يعمل كرة التالي بالراس أيوب تليلي استغل النقطة هذه كما يلزم وخذ الكرة سدد نحا الجارديان قاعد يتبع في الكرة هذه من أهم النقاط اللي لازم تكون عند المهاجمين إذا ضربة جزاء لنادي سفاكسي في 76 دقيقة باش يمشي للتنفيذ الآن وليد القروي اللي سجل هدف أمام النجم الرياضي الساحلي هدف أول ثم لتوال عدل النتيجة في الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى في مرحلة التتويج هنا هيثم جيرات يتحدث مع نور الدين الفرحاتي حوار جديد بين وليد القروي والفرحاتي بعد ما ضيع أيمن الحرزي ضربة جزاء أولى هل سينجح الآن القروي ويسجل ثالث أهدافه في البطولة في هذا الموسم قروي يتقدم ويضيع وليد القروي غير معقول تضيع مثل هذه الكرات من جانب لاعبي نادي الرياضي سفاكسي يعني جاته زوز ضربات جزاء في المباراة واحدة ضيعها أيمن الحرزي والثانية أهدرها وليد القروي الآن المباراة بتزيد تشتعل أكثر وممكن حتى نشوفه كام باك في مستوى الأداء من جانب لاعبي اتحاد بن قردان اللي جاتهم فرصة ذهبية الآن بعد تضيع زوز ضربات جزاء وزوز أهداف كانت محققة لفائدة السي اس اس ولكن كرة ترجع من دياكيتي وطبعا وضح الزايدي يتدخل كرة ترجع من وليد القروي أو أيمن الخرزي يلعب الكرة لمحمود غربال يمشي معه صديق المجري غربال يلعب الكرة لكن ترجع من لسعد الجزيري ثم وضح الزايدي بعد الخطر ترجع من على إغرام من جديد إلى فارس ناجي الحكم يعطي أفونتاج باعتبار أنه كان هناك مخالفة في الكرة الأخيرة ما دام الكرة قعدت عند نادي سفاكسي فإنه لا مخالفة ولا احتساب لمخالفة كرة ترجع من جديد إلى وليد القروي يلعب كرة دك دوغ يسدد وتلتتم بالدفاع لتذهب إلى الركنية ثم ديزيكيليبر كبير في الجهة اليمنى نتاع اتحاد بن قردان نادي الرياضي سفاكسي تقريبا تو خلق زوز ضربات جزاء وجاو زوز فرص بالشيرة اليسرى نتاعو والحقيقة نتاع ربي الشونجمون اللي صار نتاع أيوب تليلي نعاود نقول للملاعب راه مصاب ما كانش ياسر في صالح اتحاد بن قردان كرة ترجع من جديد للنادي سفاكسي حكام شنو يقول هيثم جيرات تعادل الركنية نعم لا الحكم شو يقول مخالفة أم ركنية تماس كرة خرجت فعلا كرة أوت تمشي تماس من جديد نصراوي دك دوك على اليسار شعب السونتراج يوزع كرة والدفاع تدخل والكرة تمشي للركنية برشا ركنيات للنادي الرياضي سفاكسي شوط ثاني بصراحة سي اس اس أفضل ولكن الغريب في الأمر أنه يضيع برشا نادي سفاكسي ولا ننسى تدخل الأخير الحارس نور الدين الفرحاتي اللي تصدى لضربة جزاء ضيعها اللاعب وليد القروي هناك زوج تغييرات في تشكيلة اتحاد بن قردان آدم الرجايبي وأيوب شعبان هذه كرة خطيرة لسي اس اس وتمشي الركنية لأبناء المدرب نبيل الكوكي الغائب عن هذه المقابلة وكريم دلهوم يتواجد في بنك الاحتياط الركنية على يمين نور الدين الفرحاتي وزع كرة خطيرة للسي اس اس وركنية أخرى
ركنية أخرى للسي اس اس فكر الدين العوجي الركمة 11 يرجع للدفاع 80 دقيقة باش يدخلوا في الموني تايم نتاع المقابلة مازالوا 10 دقائق تقريبا هل سيسجل الهدف والدفاع مرة أخرى فكر الدين العوجي يتدخل وجيل بهية يتقدم جيل بهية يتقدم بالكرة يمشي مع الأسعد الجزيري زوز ضد ثلاثة زوز ضد ثلاثة جيل بهية الجزيري الأسعد ماذا يفعل كرة خطيرة للاتحاد بن قردان التسديدة ولكن فوق المرمى كرة فوق المرمى من الأسعد الجزيري وزوز تغييرات الآن كما قلنا الاتحاد بن قردان أيوب شعبان وآدم رجيبي رقم 7 آدم رجيبي باش يدخل مكان الأسعد الجزيري ثنائي الهجوم اللي بدأوا في المقابلة نحكي على الأسعد الجزيري وأيضا رفيق الكمرجي خرجوا زيدهم اللاعب وضاح الزايدي أمامكم الكرة الأخيرة جيل باية ياخو كرة يتقدم للأمام يلعب للأسعد الجزيري جزيري حذر على الساق اليمين يضرب ولكن التقويسة كانت بعيدة وفوق المرمى إذا آدم رجيبي كرة ترجع من جديد بالراس حارزي أما مخالفة ولا لا حكام يقول كما نلعب فماش مخالفة لي سي سي كرة ترجع للاتحاد بن قردان آدم رجيبي أنا الساسي كرة ترجع من جديد أيوب شعبان يلعب الكرة محمود المسعي ثم فخر الدين العوجي إلى محمود المسعي أوه فما خطأ فما مخالفة ضد النادي السفاقسي مخالفة ضد على أغرام ضد محمود المسعي إذن أمامكم الحوار الأخير ويتحدث هيثم جيرات بصراحة تعامل هيثم جيرات توا بعد تشنج ربما الأعصاب ما بين هيثم أو ما بين محمود المسعي وعلى غرام جبد زوز ملعبية قالوا لهم الأولاد كلمة ونعم لتهدئة الأعصاب والأمور إذن برود أعصاب كبيرة من هيثم جيرات الذي طبعا يقدم في أداء جيد إلى حد الآن في هذه المباراة كرة ترجع من جديد على الجهة اليسرى وين موجود حسين دكدوك يلعب لأيمن الحرزي الكرة في دين الحارس نور الدين الفرحاتي كرة في العمق من حسين دكدوك لأيمن الحرزي والكرة تعود من جديد الاتحاد بن قردان 8 دقائق تفصل على نهاية الماتش 0-0 زوز ضربات جزاء ضيعها النادي الصفاقسي الأولى عن طريق أيمن الحرزي والثانية عن طريق وليد القروي حرزي يلعب كرة شوات شوات ماذا يقول الحكم ماذا يقول الحكم ليست هنالك ضربة جزاء ليست هنالك ضربة جزاء حكم كان قريب جدا من الكرة الأخيرة وقال وكان متأكد أنه التحام عادي بين لاعبي الفريقين داخل منطقة البوكس فخر الدين العوجي يمشي مع النصراوي والحكم يقول كرة ترجع لسي اس اس مع دخول شادي الهمامي بعد لحظات وأيضا اللاعب رقم 29 أنس الشبلي الليبي أنس الشبلي باش يدخل بعد قليل مكان فارس ناجي مع دخول شادي الهمامي دولي هناك لخبطه في مستوى التغييرات بالنسبه للنادي الرديس فارسي فما اصابه النصراوي زاده يظهر لي لازم تدخل طارق تبي امامكم كريم دلهوم يتحدث مع حسام بوسرسار اذا التغيير الاول دخول شادي الهمامي مكان وليد القروي فارس ناجي هل باش يخرج ولا النصراوي هو اللي باش يخرج المؤكد انه انس الشبلي اللاعب الليبي هو اللي باش يدخل لا فما اصابه النصراوي المدرب قاعد يستنى يمكن كان تضرب النصراوي الله لا يقدر دونك الشونسمون يتبدل كرة ترجع من جديد اذا لفائدة طبعا النادي الرياضي الصفاقسي في راس شوات يلعب الكرة في راس الى محمود غربال على اليمين يمشي معاه المدافع طويل الكرة الرأسية ولكن ترجع كرة تعود للسي اس اس الى نبي كاميرا نبي كاميرا والكرة خرجت الكرة خرجت
وتمشي رمية خمسة أمتار وخمسين سنتيمتر لفائدة الاتحاد الرياضي ببن قردان. إذن يخرج فارس ناجي ويدخل أنس الشبلي مع عودة محمد النسراوي في محور الدفاع بعد تعرضه للإصابة على مستوى الكتف في الكرة الأخيرة. 85 دقيقة وسيم هل سنشاهد الأهداف في هذه المباراة؟ 5 دقائق الأخرانيين نشوفوا فيهم نادر يحسب بطريقة 4-3-3 لسنتينال شادي الهمامي وقدامه زوز أنس الشلبي وكاميرا كريليير وتروازا تاكون حارزي دياكيتي وشوات. دونك هذا كيفاش باش يكمل ماتش النادر هذا السياسي. نابي كاميرا يمشي مع أوبا ترجع من جديد الكرة لفائدة اتحاد بن قردان. آدم الرجايبي المسعي أنس ساسي إلى أيوب تليلي على اليمين يمشي مع جيل بهية على اليمين يلعب الكرة إلى أوبا يمشي مع شادي الهمامي والمخالفة ضد شادي الهمامي مخالفة لاتحاد بن قردان. 0-0 هل سنشاهد الأهداف؟ على العلم أن هناك زوز ضربات جزاء ضائعة للنادي الرياضي الصفاقسي. فخر الدين العوجي يمشي مع النسراوي ولكن كرة تخرج رامية 6 أمتار و50 سنتيمتر لفائدة السي اس اس. على غرام غربال على غرام إلى أيمن دحمان طويل الكرة إلى دياكيتي وصديق الماجري يقطعها لكن ترجع للسي اس اس. أيمن الحرزي يلعب باس إلى دياكيتي على اليمين شنو يعمل؟ شنو يعمل سونتراج يوزع كرة في القائم الثاني ترجع لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي. سقوط من جديد والحكم يعتبر هناك مخالفة لفراس شو أو ضد فراس شوات والحكم اقتصب ضربة جزاء لفراس شوات ولكن في مرتين الآن حكم كان قريب برشا هيثم جيرات يقول في هذه الكرة أن هناك مخالفة لاتحاد بن قردان. أمامكم الريبلاي والتنافس ما بين طبعا إتليلي وشوات. ظهر تضيع ضربة جزاء قلق شوية الثانية قلق شوية لاعبين النادي الصفاقسي على عكس ضربة الجزاء الأولى ما كانش فما برشا قلق والنادي الصفاقسي واصل بنفس النسق. توا يعني الآية تقلبت ولا يلعب اتحاد بن قردان بطريقة مرتاحة أكثر ولا يلعب في لي باسكور دلوطا في ميليو تيران لي زيشونج بين مسعي وبين أنس ساسي وبين أوبا. دونك تشوف هذين نسميهم فيزيونومي نتاع الماتش. دونك تضيع زوز ضربات جزاء عادي جدا انك تفقد شويه التركيز مقابل التركيز يكثر والمورال يطلع مؤكد. الفريق المنافس مؤكد وسيم. اذا كره ستعود من جديد. ادم الرجايبي يربح المخالفه في منتصف الميدان تقريبا مازال 3 دقائق وقل على نهايه المقابله في انتظار كم سيضيف الحكم الاول لهذه المقابله الحكم طبعا هيثم جيرات. صديق الماجري طويلة الكرة في مناطق النادي الصفاقسي الرأسية ترجع من على غرام إلى نابي كاميرا. شادي الهمامي يلعب كرة على اليسار وين موجود اللاعب حسام داكدوك أيمن الحرزي يمشي بالكرة إلى أيوب تليلي يفقدها أيمن الحرزي يتباطأ تليلي كرة ترجع وتخرج رمية مرمى للحارس نور الدين الفرحاتي. أيمن الحرزي اللي سجل 6 أهداف في هذا الموسم ضيع على نفسه فرصة الهدف السابع. نذكر أنه سجل سابقا في مرمى اتحاد تطاوين نجم المتلاوي نادي البنزرتي نادي حمام الأنف الترجي. أوبا يربح المخالفة يخلي الكرة لآدم الرجايبي. إذن كرة ستعود من جديد لاتحاد بن قردان في مخالفة طويلة الكرة على اليسار أيوب شعبان أوبا افقدها كرة ترجع من جديد يفتكها محمود غربال يلعب للموريتاني إسماعيل دياكيتي ثم شادي الهمامي الكونتر اتاك المرتد الآن شادي همامي يلعب الكرة لمحمود غربال يمشي معاه أو أنس الشبلي أنس يحاول المرور يوزع كرة في القائم الثاني وترجع من الدفاع. الدفاع يتدخل والكرة ترجع مرة أخرى للسي اس اس إلى حسام دكدوك على أغرام يرجع كل لاعبي اتحاد بن قردان الى الوراء
والنادي الصفاقسي يصعد إلى الأمام من أجل التسجيل. الكرة طويلة من أنس الشبلي، كرة ترجع من جديد نبي كاميرا، ماذا يفعل؟ والدفاع يتدخل من صديق المجري ليربح المخالفة بصفارة الحكم هيثم جيرات. يتحدث معه طبعا إسماعيل دياكيتي. مخالفة يربحها صديق المجري، صفر مقابل صفر هي نتيجة. هل ستسجل المواجهة المباشرة بين الفريقين؟ تعادل رابع بنفس هذه النتيجة. على فكرة أول مقابلة انتهت بالتعادل سلبيا، كانت في موسم 2015-2016، والمقابلة الثانية كانت في مرحلة البلاي أوف أو لا، في الموسم متاع 2016-2017 اللي وفاء بالبلاي أوف، والمقابلة الثالثة كانت في نفس الموسم ولكن في مرحلة البلاي أوف، وهذه المقابلة الرابعة اللي ممكن برشا تنتهي على نتيجة 0-0، مع العلم أن الحكم هيثم جيرات أضاف 5 دقائق وقت بدل ضايع في المقابلة. الوقت بدل ضايع، خلينا نعطيو احصائيه السادة المشاهدين الياس، في اخر 8 شهور هذوما اللي نحكيو عليهم نادي الصفاقسي انتصر في دقيقه بعد 90 2-1 مقابل انهزام اتحاد بن قردان في 90 دقيقه زايد 2-1. يعني وسيم هل سنشاهد هدف؟ ما نسموش نعرف، نعطي الاحصائيه هذيك بعد تدخل الاحصائيه اللي بعدها، بس جاي ان شاء الله نحكيو على الموضوع هذا. اذا 91 دقيقه لعب، هل سنتابع ونشاهد هدف في المباراة أما الاتحاد بن قردان أو النادي الصفاقسي؟ لا نعرف، لا نعرف. كنت حدثت في الشوط الثاني قلت أنه الهدف يطهى على نار هادئة. جات 2 ضربات جزاء وجاو فرص خطيرة حتى الاتحاد بن قردان. كرة تعود من جديد ناصراوي إلى داكدوك، حسام داكدوك، أيمن الحرزي يلعب كرة من جديد، دكدوك يبحث عن فراس شوات، يفقدها فراس، آدم رجيبي، جيل بهية يفقد الكرة أو لا؟ لا، يسترجعها، يلعب كرة إلى الوراء، جيل بهية. اتحاد بن قردان يعرف كيفاش يصعد بالكره ويربح مخالفه. هذا هو اللي يقول الياس، الكونفيونس طلع عند اتحاد بن قردان بعد تضييع 2 ضربات جزاء للنادي الرياضي الصفاقسي. الحقيقه اتحاد بن قردان ما يحسب له في الماتش هذا على عكس الماتشات الاخرين اللي كونوا بعد 60 دقيقه لاحظناه في ماتش النادي الافريقي او في ماتش بالنسبه للنادي الساحلي طاح، نقولوا احنا فيزيكمون الماتش هذا ورا اللي هو يعني كابابل باش ينجم يعمل اكثر من 60 دقيقه. هذه الحاجه تحسب الاطار الفني بتاع الاتحاد بن قردان. أقل من 3 دقائق تفصلنا على نهاية المقابلة، والكرة ترجع لفائدة النادي الصفاقسي، الحكم يعطي الأفونتاج، ما فماش مخالفة. يلعب الكرة شادي الهمامي إلى محمود الغربي، محمود غربال يلعب الكرة، محمود غربال طويلة ترجع من أوبا بالرأس ثم شادي الهمامي، يلعب كرة من جديد محمود غربال، غربال على اليمين، يلعب كرة على اليمين إلى نابي كاميرا، نابي محمود غربال، كرة وانطلاقة من جديد للسي اس اس، نابي كاميرا يبحث عن الثغرات، يربح مخالفة، يربح مخالفة. نبي كاميرا أمامكم على الصورة، وورقة صفراء لأوبا أوليتش أوبا رقم 32 يتلقى الإنذار. 2 دقائق وقل على نهاية المباراة، حماس وإثارة حتى الثواني الأخيرة. يأتي الإعادة للكرة الأخيرة والخطأ على نبي كاميرا. هو هذا اللي كان مطالب به نبي كاميرا على طوال الباتش، انه يكون الانطلاقات نتاعو تكون بالستيل هذا باش ينجم يعاون الشق الهجومي للنادي الصفاقسي. مخالفة في تنفيذها محمود غربال. إذن على يسار نور الدين الفرحاتي ينتظر صفارة الحكم هيثم جيرات. مخالفة للنادي الصفاقسي. محمود يوزع كرة في القائمة الثانية وسهلة في دين الحارس نور الدين الفرحاتي. دقيقة واحدة إذا مشاهدينا الكرام عبر قناة التاسعة تفصل على نهاية المقابلة 0-0 بين النادي الصفاقسي واتحاد بن قردان في الجولة الثالثة
من مرحلة البلاي أوف لبطولة الرابطة المحترفة الأولى السي اس اس واتحاد بن قردان. يا سلام في تحقيق أول فوز لهم في هذه المرحلة. ذكر السي اس اس بعد هزيمة 2-1 ضد الترجي، تعادل 1-1 ضد الإتوال، واليوم 0-0 المقابل اتحاد بن قردان، هزيمة 5-1 ضد الإتوال وهزيمة ضد النادي الإفريقي 1-0. كرة ستعود من أيمن دحمان، فأخر الدين العوجي يتلقى الأنذار، مخالفة باش ينفذها دحمان، أقل من 20 ثانية على نهاية المباراة، طويلة في القائم الثاني، والكرة خطيرة. ماذا يفعل نور الدين الفرحاتي في الكرة الأخيرة؟ ماذا يفعل نور الدين الفرحاتي في الكرة الأخيرة؟ والحكم ينهي الآن المباراة بتعادل النادي الصفاقسي واتحاد بن قردان بنتيجة 0-0. مباراة رينا فيها كل شيء، الفرص الخطيرة رينا فيها زوز ضربات جزاء، ولكن ضيعهم السي اس اس عن طريق أيمن دحمان ووليد القروي. طبعا زوز فرق كما قلنا يفشلوا في تحقيق أول فوز إلى حد الآن لهم. في المقابل من جهة أخرى في ديربي الساحل، الاتحاد المنستيري متقدم على النجم الساحلي بهدفين مقابل صفر وزوز أوراق حمراء في تشكيلة النجم. بعد قليل نمشيو إلى الزميل فؤاد بوفتح في الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة النادي الصفاقسي واتحاد بن قردان، وبعدها الاستجوابات ما بعد المباراة مع فوزي الخماسي.